العسير واللطف فيما ياتي من القدير والفرج العاجل والى حضرة النبي محمد المصطفى. اللهم تعالى اسمع محمد في قلوب دوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وقرب ارواحي وغذائها وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم تعالى اسمع محمد نور الانوار وسر الاسرار وتلك الاغيار وسبب الاثار. تعالى اسمع محمد المختار وعلى اطهار وسبب الاخيار من الاصفال. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالقرب وتقوى بالحوائج وتنال بالرغائب والخواتم ويستسقى الغمام بوجه كريم وعلى اله وصحبه في كل اماكن ونفس من كل ما جملة. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فما ظلمنا انفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إنه ولي ذلك والقادر عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله.